للتعقيب ينضم إلينا أو تنضم إلينا أستاذة داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة إيمان، صباح الخير. إذا يرى يعني بعض المراقبين أو بعض التقارير التي رصدها بعض المراقبين السياسيين للتصرفات سواء الشخصية أو حتى على المستوى السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تصرفات بتعكس حالة كبيرة من النرجسية، أو أنه بيتوهم أو لديه فكرة عودة الخلافة العثمانية مرة أخرى، وهذا ربما يعني نلاحظه في التوسع التركي في المنطقة. تعقيب حضرتك على هذه التقارير يعني إلى أي مدى هي دقيقة وصحيحة في وجهة نظرك؟ الحقيقة في بداية وصول أردوغان للحكم كان يقدم نفسه للشعب التركي وللمجتمع الدولي على أنه هو خليفة المسلمين، أو أنه هو القادر على لم شمل الشتات في الشرق الأوسط، هو قادر على قيادة منطقة الشرق الأوسط. ووجد الأوروبيين يعني في هذا الكلام أو وجدوا لديهم قبول لهذا الكلام، لأن هم كانوا خايفين من الضغط المستمر في رغبة تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وأنها تصبح دولة أوروبية ظرفة وهكذا. فوجدوا أنه نخلص منه أحسن ويذهب إلى منطقة الشرق الأوسط ويقودها براحته، فهندعمه وهنساعده هو وحزبه لأن يصلوا إلى الحكم. في نفس الوقت الشعب التركي خدع بفكرة الزعامة وأن تعود تركيا من جديد هي الدولة الأكبر في العالم الإسلامي والشرق الأوسط وتقود ويصبح لها دور قيادي، بالإضافة إلى الخدع الأكبر طبعا أنه فكرة إحنا حزب قادم من خلفية إسلامية، فبالتالي سنكون أقل فسادا أو سنصبح كل أشكال الفساد اللي حدثت في تركيا وسنحسن الاقتصاد وغيره. أتى أردوغان إلى الحكم فوجئنا أن تركيا تتحول إلى دولة ديكتاتورية، يعيش دور غريب جدا في أنه هو حاكم عثماني جديد ونرجسية غريبة في طريقة التعامل مع جميع الدول المحيطة بتركيا، دعم صريح للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الإرهابية في ظل الحقيقة كان صمت وما زال موجود صمت مريب من جانب المجتمع الدولي تجاه ده، واحيانا بعض الدول كمان بتتواطأ مع نظام اردوغان في دعم هذه الميليشيات للاسف الشديد. هل هو نجح في وجهه نظرك في ارضاء هذه الدول واللعب على المجتمع الدولي بالمصالح بين تركيا وبين هذه الدول ليستمر في دعم الميليشيات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط؟ هي الحقيقة هذه الدول كانت بتبحث عن وكيل ليها يكون هو في الواجهة أو في الصدارة، هو الذي يقوم بدعم هذه الميليشيات حتى لو أنها هي مثلا التي تمول أو تقدم الغطاء السياسي من الباطن، لكن في النهاية هناك دولة هي الواجهة الرئيسية، وكانت تركيا هي أنسب دولة خلال الفترة دي نظرا لان حزب اردوغان هو حزب اخواني ولا يدافع طيب. ذلك يعني. وما مصلحه هذه الدول في السكوت عما يقوم به اردوغان؟ اولا التخلص من التهديد اللي بتمثله هذه الميليشيات، هي صنعت هذه الميليشيات للاسف الشديد وشاركت في صناعتها بشكل او باخر، اصبحت هذه الميليشيات تزداد حجما واتساعا يوم بعد يوم، خوفا من تهديدها فرأوا انه نعمل لهم باك يارد كده يلعبوا فيها اللي هي منطقه الشرق الاوسط، يعيشوا فيها فسادا كما يريدون. ابتدينا من قصه داعش في سوريا والعراق والتقسيم اللي حصل هناك، ثم في السودان والتقسيمات ايضا اللي حصلت، ومؤخرا في ليبيا. هنجد ان تركيا لها دور نافذ كل هذه الاطراف، لكن الحقيقه الخبر الجيد انه بالرغم من هذا التواطؤ الشديد من جانب المجتمع الدولي والصمت، لكن الراي العام داخل تركيا بدا ينفض جماعه الاخوان صحيح حزب اردوغان بشكل قوي جدا، ومش بس وفكره وايضا للجيوش في هذه الدول استاذه داليا، يعني الجيوش هي التي تصدت لجماعه الاخوان الارهابيه في كل الدول اللي حضرتك ذكرتيها. هو خطة أردوغان قائمة على هدم الجيوش الوطنية، لأن هدم الجيش الوطني لأي دولة هو هدم للدولة نفسها.
مصر كانت هي من تصدت لده الحقيقة. نعم. عشان كده يمكن ده سر العداء اللي بيكنه أردوغان حاليا لرئيس مصر. طيب فيما يخص السيطرة على أماكن معينة في منطقة الشرق الأوسط من جانب تركيا، يعني دعم الميليشيات الإرهابية هل سيساعد أردوغان من وجهة نظره طبعا، سيساعده على السيطرة على أماكن أكبر في هذه الدول، ومن ثم اتساع هذه المناطق حتى تشمل ولايات كما كان قديما وحتى تشمل دولة الخلافة كما هو يعتقد؟ يعني نرى هذا في إدلب مثلا في إدلب الآن نرى هذا العلم التركي موجود، اللغة التركية تدرس في المدارس، السوريون يعتبرون أن تركيا تحتل إدلب، يعني هل هذا هو المخطط من تركيا؟ وفي منطقة الأكراد، وأتوقع أن ده كمان سيتم في ليبيا والسودان في أوقات قريبة. هي الفكرة هي أنه أغلب أصلا الميليشيات اللي نشأت في منطقة الشرق الأوسط خصوصا في الكام سنة الأخيرة بعد الربيع العربي، كان أغلب هذه الميليشيات هي بعض أعضائها أو قياداتها الحقيقة هم عناصر تبقى في الجيوش الوطنية لهذه البلاد. يعني في سوريا مثلا كان جزء كبير من كونوا الاساس الذي قامت عليه داعش كانوا اطراف في الجيش غير متفقين مع كانوا يعني ضباط الجيش غير متفقين مع الضباط الاخرين، بعضهم كان ضباط مسرحين من الجيش العراقي، وهم تجمعوا معا وخلقوا هذا الكيان. طيب استاذ الى الجماعات الارهابيه، استاذه داليا ما المخرج في راي حضرتك؟ هل الرهان الان على الجيوش العربيه فقط؟ لانه واضح ان المجتمع الدولي يعني سيقف صامتا طويلا، لكن هل الرهان الان على الجيوش العربيه، هل على الشعوب في هذه الدول للتصدي لكل هذه المخططات، هل على الشعب التركي نفسه كما ذكرت حضرتك واللي بدأ بالفعل يعني في الأيام الماضية بدأ بالفعل يعني يكره كل السياسات التي تقوم بها الحزب العدالة والتنمية الممثل طبعا لجماعة الإخوان؟ صحيح، أولا هو رقم واحد للتخلص من أردوغان هو الشعب التركي، واحنا عندنا يعني جبهتين بيقوموا بهذه، لكن اسمحيلي يعني اناقش مع حضرتك نقطه في هذه النقطه تحديدا. مساله الزعامه ليست مقتصره فقط على اردوغان، يعني مساله الزعامه وعوده تركيا لموقعها القديم هي مساله تسيطر ايضا على الاحزاب القوميه الاخرى، صحيح؟ ده حقيقي صحيح، لكن هناك على الاقل دور رابع او قوانين بتحكمهم، لكن اردوغان اعطى لنفسه صلاحيات كبيره جدا بحكم قانون الطوارئ مثلا، تخليه يقوم بغلق منظمات مجتمع مدني، يعتقل اعلاميين بشكل عشوائي، كل الصلاحيات دي يعني اعطته قوه وهميه او حاله من الوهم كده اصبحت تحيطيه وكان هو الرجل الذي لا يهزم يعني. فاول خطوه في هذا الاتجاه طبعا من تركيا اننا ندعم من داخل تركيا، واننا ندعم الجبهه الاعلاميه وجبهه المجتمع المدني التي تتصدى الان لظلم اردوغان وتحاول كشف حقيقته للراي العام التركي الشعب التركي. على المستوى البعد ده هو طبعا ان تواصل الجيوش الوطنيه في منطقتنا العربيه تلاحمها. في السنه الاخيره مصر بتتواصل مع الجيش الليبي ومع الجيش السوري وجميع والجيش السوداني مؤخرا، اسمحي لي سريعا استاذة داليا، النقطة الثالثة بخلاف الجيوش العربية الشعوب ام هناك نقطة اخرى في رأيك؟ النقطة الثالثة هتكون المجتمع الدولي من جانب صناع القرار، ولكن الرأي العام الدولي. احنا محتاجين نعمل توعية كثيرة جدا لحقيقة ما يجري. طيب، وربما هذا ما توضحه وسائل الاعلام وما توضحه يعني التقارير التي الموجوده في هذه الدول بانه الراي العام في هذه الدول يعترض على السياسات الخارجيه لزعماء هذه الدول. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذه داليا زياده مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحره، شكرا جزيلا لك. في شأن آخر، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي خلال لقائهما بقمة العشرين التوضيحات المطلوبة بشأن قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبول على أراضي المملكة. واعتبر الكرملين في الوقت نفسه
أن الجانب البريطاني لم يقدم أي أدلة سواء إلى روسيا أو الحلفاء الأوروبيين. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح منذ أيام بأن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب. عبر الهاتف معنا أستاذة يسرى الشرقاوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الدولية بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا، وأهلا بمتابعي سي بي سي أينما كان. طيب أستاذة يسرى، يعني سؤالي لحضرتك له علاقة بأنه كان هناك حالة من الفتور طبعا بين المملكة المتحدة وبين روسيا بعد قضية العميل الروسي سيرجي سكريبال. هذه ربما في قمة العشرين السابقة في اليومين الماضيين لاحظنا أن هناك ربما نية في مسألة عودة هذه العلاقات، وأن العلاقات تكون غير فاترة وتعود مرة أخرى لطبيعتها. هل من الممكن أن نأخذ تصريحات الرئيس الروسي بوتين يعني محل جد أو محل اعتبار بالنسبة للمملكة المتحدة؟ هو أولا تصنيف العلاقات البريطانية الروسية أو الأوروبية الروسية خلال الفترة اللي فاتت ممكن نقول أنها كان أغلبها عداء وليس فقط فتور، لكن أغلبها عداء. منذ واقعة تسميم العميل الروسي في مارس 2018 وواقع والتبعات التي تلت هذه الواقعة من انسحاب لعدد من سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة، سفراء أو الدبلوماسيين بشكل عام عشان نكون أكثر دقة، وحالات العداء أو الصدام الأوروبي أو الغربي الروسي على أكثر من جبهة، فنقدر نقول أن المسألة أولا تخطت حالة الفتور. أما عن إمكانية عودتها إثر المبادرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية من تقديم معلومات حوالين واقعة تسميم العميل الروسي سكريبال، الحقيقة أن أول شيء أن هذه البادرة من جانب روسيا لم تأتي وحدها، بل جاءت مصحوبة بعدد كبير من التصريحات من جانب بوتين نفسه. فقبل وصوله أوساكا ولقائه بقادة العالم غربا وشرقا ولقائه تحديدا برئيس الوزراء البريطانية المستقيلة تريزا ماي، كان ليه مقابلة صحفية نارية مع فاينانشال تايمز البريطانية. هاجم فيها منظومة السياسية الليبرالية الغربية، بل هاجم فيها تحديدا بريطانيا، وأكد أن نظام الحكم هناك غير ديمقراطي وانه لا يرقى للممارسات الديمقراطيه وفقا لتعبيره ووصفه والتي تمارس داخل بلاده روسيا. وفقا لبوتين انه زي ما بنقول كده الذي يصطاد في مياه عاكره، انه اشار الى واقعه ان للمره الثانيه خلال فتره وجيزه جدا رئيس وزراء بريطانيا لا يتم اختياره بالانتخاب الشعبي المباشر وانما بالتصويت الداخلي في بين ال 160 ألف اللي هم أعضاء حزب المحافظين. هو بيشير لعملية الخلافة على سلطة بريطانيا على رأس حزب المحافظين التويز وعلى رأس الحكومة البريطانية، والسباق اللي دائر حاليا والمفروض أن ينتهي في نهاية الشهر الجاري يوليو. إذا وفقا لبوتين قبل أن يقابل تريزا ماي، بريطانيا دولة أقل ديمقراطية من روسيا والليبرالية الغربية ليست إنجاز سياسي حقيقي. يعني هي ما هي مسألة نعم هي مسألة معاداة الليبرالية، يعني هي مسألة يعني قديمة وليست جديدة، وهناك خلاف طبعا بين النظام في روسيا والنظام في الدول الغربية أو دول الاتحاد الأوروبي. لكن مسألة الاستعداد لتقديم توضيحات مطلوبة، يعني ماذا يعني بهذه الكلمة؟ يعني ما هي التوضيحات المطلوبة التي من الممكن أن يقدمها أو تقدمها روسيا في ظل تفضلي انا استاذ المقطع في ظل كل الـ يعني الـ التبعات التي
رأيناها منذ وقعة تسمم سكريبل، واللي كان هناك يعني تصريحات نارية جدا بين الدولتين واتهامات يعني كبيرة جدا في هذا الوقت، فما ممكن يعني أن تقدمه روسيا في هذا الملف تحديدا؟ حضرتك أصبتي بالإشارة إلى أن العداء واللف والدوران حوالين جزئية الديمقراطية والليبرالية وتصنيف روسيا من جانب والغرب ودول الغربية من جانب أخرى لها، هي قضية قديمة ومتجددة، لكن أنه تصار قبل ساعات من وصوله أوساكا اليابانية ولقائه بقادة العالم، تصار تحديدا حوالين النموذج البريطاني قبل لقائه بتريزا ماي، فدي مبادرات يعني نقدر نقول ان هي مختلفة التوجهات. قضية سكريبل التوضيحات اللي قدمها طبعا احنا لا ندرك ماهيتها او تفاصيلها، لكن مجرد تقديم توضيحات بعد اكثر من عام من هذه القضية هي محاولة طبعا للحلحة الامور ما بين الطرفين، لكن اقصى مدى هذه المحاولة هيكون ايه؟ روسيا تدرك تمام الادراك انها دولة قوية، لها حضور، لها تدخل ولها تأثير على عدد كبير جدا من القضايا الأوروبية والدولية وتحديدا وفي الشرق الأوسط وخلافه من الأمور. استطاعت حتى الآن بشكل أو بآخر أن تقف صامدة أمام العقوبات الغربية والأمريكية. صحيح. فروسيا ليست ضعيفة، حتى وإن قدمت بادرة سلام تقدمها ولها شروط وتنازلات من جانب بوتين، في العادة سيكون لها حدود وليست مطلقة. نعم. أما تريزا ماي فأكدت أن بريطانيا مستعدة لتجديد العلاقات أو مواصلة العلاقات مع فلاديمير بوتين ومع موسكو، لكنها أيضا أكدت في تصريحاتها على هامش لقائها مع بوتين في أوساكا أنها تتطلع إلى علاقات ما بين قوسين مختلفة. ما هذا هي طبيعه صحيح. ما هذا هو الامر الملفت للنظر، انه كما اشرت حضرتك طبعا في الوقت الحالي روسيا دوله قويه وربما حتى اقوى من بريطانيا، لانه بريطانيا الان تعاني مشاكل صحيح مشاكل كبيره جدا، ليست فقط على المستوى السياسي ولكن حتى ازمه بريكزيت اطاحت او يعني القت بظلالها على المستوى الاقتصادي ودخول المواطنين وصحيح واشياء كثيره يعني في بريطانيا. اذا بريطانيا تواجه مشاكل كثيره، العلاقه اذا ما عادت و ما كان هناك تعاون روسي بريطاني، يعني الفائز الأكبر ستكون بريطانيا صحيح؟ أولا لازم نلاحظ جزئية مهمة جدا، روسيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وغير ذلك مع أوروبا. تمام. فالانفتاح اللي على فكرة بعض الدول الأوروبية وتحديدا في الشرق وحتى ألمانيا كان عندها رغبة في تقارير سابقة خلال الأكثر الفترة الماضية، بعض الدول الأوروبية فكرة التواصل مع روسيا ومحاولة يعني التوصل إلى حل وسط ده مطروح أوروبيا وليس غائب أو خفي على المتابعين، مطروح وقوي لأن في إدراك لقوة روسيا وفي إدراك لحجم المكاسب التي ممكن أن تعود من التعاون الواضح والمباشر والمفتوح ما بين أوروبا وما بين روسيا. فكرة أن المكاسب هتصب في يدي بريطانيا، يعني بريطانيا زي ما حضرتك قلتي في مرحله تحوليه صعبه صحيح. جدا. احنا عندنا امريكا في ضغوط على بريطانيا لاتمام عمليه الخروج من عضويه الاتحاد الاوروبي، ترامب بيلوح باتفاقيات وبدعم مطلق والاتحاد الاوروبي نفسه بيضغط على بريطانيا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه يسرى الشرقاوي الكاتبه الصحفيه المتخصصه في الشؤون الدوليه بالاهرام، شكرا جزيلا لك.